وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله وصفاتنا هتكون من اذربيجان. واذربيجان عدد المسلمين اللي فيها 9 مليون وشويه، وعندهم اطباق شهيره بتعتبر اطباق وطنيه اللي هنعملها النهارده. اول حاجه هنعملها هيكون نوع من انواع المحشي، بيعملوه هم بطريقة مختلفة شوية عننا، ولكنه محشي خضار، عندنا بتنجان وفلفل وطماطم. وتاني وصفة نوع من أنواع الشوربة، ولكن معاها ريش ومعاها باستا مصنعة برضو منزلية. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الوصفات دي مع بعض. اهلا وسهلا بكم. نعمل اول وصفه من اذربيجان، وهي المحشي الخضروات، هم بيسموها باذنجان دولماسي. ومقادير عندنا باذنجان رومي مش من الرفيع زي بتاعنا، 6 فلفل اخضر او اي العدد اللي هيكفي فيه الحشو، وعندنا طماطم، 1 كيلو لحم مفروم، غنم مفروم، 2 بصل مفروم، 2 بقدونس ربطة بقدونس مفروم، 1 ربطة شبت مفرومة، 1 ربطة كزبرة مفرومة، 2 طماطم مفرومة. وبالنسبة للصوص عندنا 2 كوب طماطم معلبة وزيت زيتون. أول حاجة هما بيعملوها مختلفة شوية عننا هي إن هما بيقلوا الخضار الأول قبل ما يحشوه. هنحط زيت زيتون، وهنبتدي نجيب البتنجان. انا هاخد 2 2، نعمل بس هنسيبهم يتقلوا شوية. مش عايزين نقليهم لدرجة ان هم يعني يبقوا طريين قوي، ما يقفوش، لا، عايزين بس نقليهم ياخدوا طعم حلو، لكن مش عايزينهم يطروا زيادة عن اللزوم. الطماطم مش هيتقلى لان طبعا مش هيستحمل، هيتهرس خالص، فاحنا عايزينه لسه يعرف يعني يتحشى ويفضل واقف ما يبوش. هناخد طماطمتين هنا، هناخد دول، شيل الباقي. اوكي، كده كفايه. زي ما احنا شايفين قلينا حاجه بسيطه، عايزينه ياخد طعم بس مش عايزينه يطرى زياده عن اللزوم. البتنجان بس فاضل له دقيقتين كمان واطلعه. اوكي، ودلوقتي هنحط اللحمه. هنزود عليها البصل وطبعا ملح وفلفل
وعايزين اللحمة تاخد تحميرة كويسة، مش لازم تستوي على الآخر لأن هي لسه هتدخل الفرن مع الخضار، بس عايزينها ما يبقاش فيها اللون الأحمر ده، تبقى كلها على لون بني شوية. دلوقتي هناخد البقدونس والكزبرة والشبت والطماطم، هنحطهم في بول علشان بعد كده هنحط اللحمة معاهم. وده هو حشو المحشي من أذربيجان. أنا عايزة بس اللون الأحمر اللي فيها ده يروح، وبعدين نحطها مع الطماطم والشبت والبقدونس كزبرة. أوكي، هنحطهم كلهم مع بعض. دلوقتي أجيب الطماطم وهسخنها شوية في نفس الحلة. هنخلط الخلطة بتاعت الحشو مع بعض عشان كل المقادير تتوزع. صوص الطماطم خلاص بقى سخن، هنحطه في صينية نقدر ندخلها الفرن، وهنجيب الخضار اللي حمرناه على النار وهنبتدي نحشي بالخليط. متأكد انه بس دخل جوه خالص. وهنحطه مع الصوص. ناخد اللي فاضلين وده نملاه على الاخر، لان مش زي الحشو اللي بيبقى فيه رز، الرز بينفش، فبنبقى محتاجين ان احنا نسيب شويه فاضي من فوق علشان لما الرز ينفش ما يطلعش بره المحشي. لكن طبعا دي لحمه ساده فمش محتاجين ان احنا نعمل كده، بنملاه للاخر. وبعدين هنغطي الطماطم والفلفل. طبعا هنكمل بقية الصينية بقية المحشي اللي عندنا والخلطة اللي عندنا، وهنغطي الصينية بفويل، او لو عندنا غطا للصينية بس ما يكونش فيه بلاستيك او خشب.
حندخله الفرن على درجة حرارة هادية حوالي 150، وهيقعد في الفرن حوالي ساعة. وده بيكون شكل المحشي بعد ما بيطلع من الفرن، ونغرفه مع بعض. في طبق التقديم هناخده بالراحة خالص، لأن كل حاجة بقت طرية قوي. الغطا بتاعه كويس. اوكي، وانا هاخد غطا دي عشان الغطا التانية وقع. وبكده نكون خلصنا اول وصفة من وصفات اذربيجان، محشي بتنجان وفلفل وطماطم باللحمة. ويا رب يكون عجبكم. ونطلع فاصل وبعد كده نعمل الوصفة التانية. أهلاً وسهلاً بكم. نعمل تاني وصفة من وصفات أذربيجان، وهي السورفولو. وده زي ما قلنا نوع من أنواع الشوربة، معاها باستا، معاها ريش ضاني. ومقادير السورفولو عندنا 1 كيلو ريش ضاني، 1 بصل مقطع مكعبات رفيعة، وملح وفلفل. بالنسبة للصوص، هو مفروض أن الصوص يكون نوع من أنواع البرقوق المز عندهم، لكن طبعاً إحنا ما لقيناهوش هنا، فأقرب حاجة لطعمه التمر هندي، فهنستعمل التمر هندي بدل البرقوق اللي هما بيستعملوه. وبعدين عندنا العجين، 2 كوب دقيق، نص معلقة صغيرة ملح، 2/3 كوب مية، وآخر حاجة عندنا الشوربة اللي هنسلق كل حاجة فيها، عبارة عن مية، 1 معلقة كبيرة زيت زيتون، ملح وتوم مفروم. أوكي، هنحط العجين الأول. العجين عبارة عن دقيق ومية وملح، بسيط خالص. وبعد كده هنشكله. والعجين بيختلط مع بعض، هنبتدي نحمر الريش. احنا عايزينها تتحمر خالص ويبقى لونها كده بني حلو. ناخد زيت من هنا، حاجة بسيطة خالص، لان الريش فيها دهن كفاية، لكن بس عشان نتأكد ان هي مش هتلزق. اوكي، هتحتاج شوية مية زيادة.
الوقت برضو نبتدي نعمل الشوربة اللي كل حاجة هتتسلق فيها. بعد كده هنحط الزيت والثوم والفلفل والملح والمية. اوكي، العجينة دلوقتي جاهزة. ونبتدي نقطعها إلى قطع صغيرة. وبعدين ناخد كل واحدة فيهم وهنعملها حاجة شبيهة بصوابع زينب، بس من غير النقشة اللي بتبقى في ظهرها. هنلفها كده على الصينية، على الورق كاونتر، نعملها كده وبعدين هنلفها بإيدنا بالشكل ده علشان تتكور وتدينا الشكل زي كده. نعمل واحدة كمان، هنعجنها الأول مع بعض وبعدين نعملها بالشكل ده، وبعدين هنحط ايدنا كده و نعملها بالشكل ده. وطبعا هنعمل كل العجين، وزي ما احنا شايفين ده هيكون شكلها، وهتحتاج ان هي تتسلق في الشوربة. اوكي، متهيألي كده الريش الوش بتاعها اخد لون حلو. نحمر الوش الثاني، واحنا بنحمر الوش الثاني هنحط البصل والملح والفلفل ونسيبه يتحمر شوية. هناخد الريش والبصل بعد ما تحمروا وهنحطهم في المرق. وهنسيبهم على نار هادية خالص لحد ما الريش تستوي تماما. وبعد كده هنطلع الريش من الشوربة وهنسلق فيها الباستا. اوكي، هنسيب دي على نار هادية وهنجيب اللي احنا جهزناها من قبل كده، واللحمة خلاص مستوية. وهنطلع الريش من الشوربة. دلوقتي هنحط لا، هنا انا اوريدي حطيت، هحط شويه بس زياده. هي بعد اللحمه ما تستوي هنحط معاها التمر هندي ونسيبها 10 دقائق كمان على النار. ودلوقتي احنا جاهزين ان احنا نحط الباستا في المرق. وطبعا بما انها باستا طازه فمش هتاخد وقت طويل في السوا.
والأكلة دي في أذربيجان كانوا عادة ممكن يعملوها بأي نوع من أنواع اللحوم، لكن في أذربيجان وفي كازاخستان كمان بيعملوها كتير، يا إما من لحم الغزال أو ريش الغزال، يا إما بلحم الحصان. اوكي، وهنسيب دول على النار، والباستا خلاص. استوت وهنبتدي نحطها في طبق التقديم. نبتدي نحط الريش وبعدين نكمل. نحط جزء تاني من الشوربة والباستا. وده بيبقى طبق كامل فيه اللحمة والكربوهيدرات. ما فيهوش خضار كتير، في شوية بصل، لكن مغذي، وإن شاء الله تتبسطوا بيه في الفطار في رمضان. وبكده نكون خلصنا حلقة أذربيجان، ويا رب تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله.